عبد الغفار راح له خضار لغايه بالوافه وهو عامل مولد في الدوار. يا نخلص عليه الليله يا نخلص احنا. عيار واحد بس مش عاوز ضرب النار يشتغل، وانت اللي هتطخه. تطخه واحنا واقفين جنبه عشان نبعد الشبهه عنا. سمعت اللي فيه طهور الليل، بنت الخوجات عمرها ما شافت طهور، مصممه انها تيجي. تيجي تعمل ايه؟ روح لها يا عباس، روح لها، حجز على الاهالي والدوار، روح لها، احسن ما تقوم شبطه بينه وبين اهالي الكف. فريده. نعم. انا وعباس هنتجوز. مبروك. انت اذا اتجوزتي يا عبد الغفار احنا مش هنتجوز. ايه المانع؟ انا اتجوز الاب وانت تتجوزي الابن. طول عمرك بنتي. انت عارفه ان ده مش ممكن. انت عايزاني اقول لا؟ ايوه ايوه. لا فريده، اذا اتدخل عباس ومنع ابوه مش ممكن هيقدر يتجوزني. ما يقدرش يعمل اللي بيحرمه على ابوه. فعلا شكلها وحش. فظيعة. أختي أرجوكي. يعني أنا لازم أرفض عبد الغفار؟ أيوه أرجوكي. حرام عليكي، أنت ما بتحبيش عبد الغفار. أنا كنت بحب زمان لما كنت قدك. بعد كده خلاص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا عبد الغفار. مرحبا يا ولد. احسن غازية في طنطا. ما قلتليش انك حاضر. عامل ايه في السوق؟ كويس. فاكهة وخضار بتوصل سليمة؟ السلام عليكم. اهلا عبدالله. ست فريدة كلمي تحت. ايوه جاي حالا. في ايه؟ ده سي عباس اللي تحت. عباس؟ ايوه. عباس
نرفت، انا جاي لاختك، مش عاوزك تكوني واقفه وانا بكلمها. عباس انا نرفت، انا مش هسافر الا بعد ما اشوفك. اطلعي انت، اطلعي. اديني لبست لك فستان حشمة عشان أنا عباس بن عبد الغفار. هو بعتك عشان تمنعني؟ مرفت تعالي. عباس أهو، قولي له الكلام اللي كنت بتقوليه دلوقتي. يابا بيقولوا عليك كلام عفش قوي في السوق يابا. طول عمرها الناس كلامها عفش عليا. الكلام كتر يابا. انت تصدق اللي بيتقالك عليا يا عبد الجبار؟ تصدق اللي بيتقالك على ابوك؟ يابا احنا طول عمرنا ناس كويسين، ماشيين بما يرضي الله. يابا يلا حسن الختام. بيقولوا عليا ايه في السوق؟ بيقولوا ما معناته يعني في ود كبير بينك وبين بنت ابو الوفا الكبير. وده ضد الشرع يا عبد الجبار؟ الاهالي يابا ما يحبوش يشتغلوا عند بنت ابو الوفا. الله عليك يا عبد الجبار، طول عمرك كلامك قليل وزي ضرب الرصاص. لو حد غيرك قال الكلمتين دول يابا اللي عملته في عمرك كله. اللي عملته في عمري انا حر فيه، ان شاء الله احرقه جاز. يابا اخلص. اللي عملته في عمري كله قسمته عليكم، مفيش ايراد باسمي. لكن الكلام نضيف واجب. روح ما تقلقش يا بيت في وسط الخلف. روح. يا عباس عملت ايه؟ خلاص مش هتيجي. وزعلت؟ لا. ايه اللي جابه هدية السعادة؟ سلام عليكم. خلي بالك كويس من الهدايا. كنت جوزت حد من الاولاد بالمره يا عبد الغفار. الزمن فرح اكبر من ده بكتير. بص نفس الخنازير كمان. الخنازير عليها الطلب كتير اليومين دول. Thank you.
مش هعرف انام الليله. الزيطه اللي عاملها دي. كنت عايزه اروح اتفرج. اهل البلد بيكرهونا قوي يا بابا. فريده معاد الدواء. بابا كنت عاوز اقول لك على حاجه. طمني. الناس فاكره ان انا خلصت. عشان ملياش اولاد. حرامي وهدان عايز ياخد الارض. وعبد الغفار طايح في الخلق. لا انا ما خلصتش. مش هيحصل غير اللي انا عايزه. ساعات احب اتفرج على الناس وهي بتتنطط حواليا. هما فاكرين انهم كل حاجه زي القرود في الجبلاية. شكرا. دكتور مديني الدواء ده. كلام فارغ. انا قريت كل كلمه عن الموضوع. هو فاكر انه بيخدعني. انا سايبه يتصور انه قدر يخدعني. لكن ما تخافيش. الموقف بسيط جدا. زي كلاب دول. عايزاهم ينهشوا ببعض. ارمي لهم حتة لحمة. شيء من المكر ما يضرش. قلت ايه يا دكتور سليم؟ انت مش دكتور؟ ايه رأي الطب في العملية؟ تنجح ولا العيان يموت؟ يابا انا قلت لك اللي اعرفه. وانت حضرة الافوكاتو. يابا انا قلت لك المصلحة العامة. الايه؟ مصلحة العيلة يابا. وياما كنت اقعد في البيت لغاية ما الجلابية تنغسل وتنشف عشان ادفع لكم مصاريف المدارس. يابا احنا كانت المصلحة العامة ولا؟ يابا احنا اسكت. لما الكلاب توحش وتاكل ابوها. كلاب؟ اقعد اقعد. اعمل اللي انت عايزه. لكن امي انا واخدها معايا. امك هتطلع من الدوار على رافه. مش دلوقتي. اقعدي. في واحد منكم ما قالش كلمته لغايه دلوقتي. عباس. عباس ما شافش اللي شفناه. تمام. براوة عليك يا عبد الجبار. عباس ما شافش اللي احنا شفناه. لكن عبد الجبار شاف. كان على كتفك يوم ابو الوفا ما ضربني بالكف. طردنا من ارضه عشان كنت بلاعب بنت فريده وهي صغيره. شعلله في دار النار ورمحت رمحت ورمحت ورايا الخيل. خيل وهدان ورجالته. فاكره انفيسه والنار من ورايا مشعلله. كنتش لا اكل. البط سته بالطوب والسمك بجلابيتي. كان لازم تسال امك عشان تحكي لك. واسالها ليه؟ ما كنت معاك. انا ما كنتش ناوي اتجوزها. لكن دلوقتي لازم اتجوزها. عند يعني؟ ايوه عند. ما يعني غير الرجال يا عبد الجبار. دلوقتي والعالم كله بيقول عبد الغفار لا. عبد الغفار بيقول ايوه لازم اتجوزها. كلام جميل. عاوزين نسمع بقى كلام الباشمهندس. ما تتكلم يا باشمهندس. عبد الجبار
يا ايوه يا لا. ايه الحكايه بالظبط؟ اتكلم، ما تمسكش العصايه من النص. اتكلم. ما تكلمنيش بالطريقه دي. بس يا اولاد اسكتي، ما تزعلش فيها. اسكت. طول عمرها خدامة عنده. ايه اللي يعرفوه؟ هو لا، هو لا، ولا انت؟ ايه اللي شافوه؟ اتكلم يا عباس، قول اللي في ضميرك. ولا واحد له حق يتكلم عبد الغفار كلمة واحدة. اللي عاوز يعمله يعمله، كله كله. عباس، الأرض دي اللي يكفيها كام؟ أنا مش عاوز حاجة خالص. ولا إيراد؟ ولا أنت؟ لا. عبد الغفار، أنا سني كام؟ 40 سنة. 40 سنة وأنا بجري وراك. لا مدرسة ولا كتاب ولا جلابية جديدة ولا حتى حتة حلاوة طحينية من نجمة للمغربية. عبد الغفار، إذا كان لك فيها قرارات أنا ليا أقل. لا لا، أنا هقول لكم هو واقف مع ليه. عاوز يتجوز بنت أبو الوفا الصغيرة. أنا مش عاوز أتجوز بنت أبو الوفا. كذاب. اخلص عليك. خلي عباد عيب عبد الجبار. هتتجوزها وأنا أخدم عليكم، أو رجالتنا تخدم عليكم، أنت وأبوك. أنا أخدم على نسوان بيت أبو الوفا. أنا الخول بتاعكم. كل اللي نعمله في 40 سنة يروح هدر. ينصرف على واحدة ما قدرتش تتعمر مع راجل، على واحدة فجرة. اخرج جابر. وهبي جابر. ممكن فريدة تاخد الميت فدان من عبد الغفار. ممكن عبد الغفار ياخد الميت فدان من فريدة. أنا طبعا ما بدخلش وهدان في الاعتبار. وهدان؟ أول ما يدخل الصيف تكتر التعالب في الغيطان. تعلب في وسط الليل يصرخ على طول، البومة ترد عليه. بعدين كف الطير في البراري والغيطان يصرخ، واحنا ما قدمناش الا فرصة من اتنين. بنبقى تعالب، بنبقى حمام. بابا انا عمري ما فكرت بالطريقة دي. عبد الغفار لما حاش عننا المية قدم لي كل حاجة طلبتها وكل حاجة ما طلبتهاش. اول راجل اقابله ما يطلبش مقابل. كل اللي يفرحه انه يدي ويدي ويدي، وانا اللي كنت فاكره خدام، عبد من طينه تانيه غير طينتنا. بابا انا شيء من المكر ما يضرش. عبد الغفار. اهلا عبد الغفار. اهلا ست فريده. مالها؟ أنا ما زعلتهاش في حاجة. ما تاخدش في بالك، اتفضل. حد زعلك؟ امتى هنكتب الكتاب يا عبد الغفار؟ أنا تحت أمرك. اللي قلت دلوقتي دلوقتي. مالك؟ لو حلفت للناس على المية تبقى لبن، إني عايزة أتجوزك مش هيصدقوني. ياه. بس كده؟ لو شفت اللي حاصل بين الاهالي في الدوار، لو شفت اللي جرى بيني وبين ولادي الاربعه، العالم كله ضدي الا واحد، واحد بس، عباس. عباس؟ وليه مستغربه كده يعني؟ ايه اللي تعرفيه على عباس؟ ولا يمكن تعرفيه كمان؟ عباس بيحب ميرفت. ميرفت؟ وكانوا عاوزين يتجوزوا، لكن دلوقتي خلاص. أباي، كان مستخبي لك ده كله فين يا عبد الغفار؟ يا ريتك ما رمحت على البراري ولا ضربت الأرض بالفاس.
أبا أبا يا عم استخبي. يا ريتك يا عبد الغفار مت قبل اليوم بزمان. عبد الغفار أروح من مصيري فين؟ بلاش يا عبد الغفار بلاش، هم يتجوزوا احنا لا. والسلسلة والبوابة الحديد والعتبة والأهالي والأولاد والخشبة مشعللة في وش ولدي عبد الجبار وفين ايه؟ وحدان ورجالته بره. ادخلي جوه. ايه؟ جوه. فريدة هانم. فريدة هانم ما بتقابلش رجالة. بقول الست ما بتقابلش رجاله. يعني ايه؟ ست مرتي. كان لك مصلحه عايز تقضيها؟ قولها. بابا هتحصل جنايه تحت. يا ريت. هاي ناس واحد. المسدس ده وتنده عبد الغفار كانك هتقول له كلمه سر وتدهوله من غير وحدان ما ياخد باله، فاهمه؟ تعالي معايا يا ستي. دول هيقتلوه. تعالي. الو.